اهلا بحضراتكم من جديد في مساء القاهره. اسماك نافقه، تلوث للبيئه، قمامه في الشوارع، تعدي على مياه النيل، بعض المصانع تلقي مخلفاتها الصناعيه الخطيره في مياه النيل، موضوع الرز، تلوث البيئه. ايضا موضوع مهم جدا وهو موضوع الفحم، استخدام الفحم في المصانع كبديل للطاقة. هذه الموضوعات كلها وهذه الملفات الساخنة كلها هطرحها الليلة على ضيفي الكريم دكتور خالد فهمي، وزير البيئة. أهلا بحضرتك معنا ومنور لنا مساء القاهرة. الله يخليك فهمي. خليني أبدأ مع حضرتك بالملف المهم جدا، موضوع الفحم. موضوع الفحم موضوع أثار جدل في البرلمان، هل بالفعل سوف يتم إقرار استخدام الفحم كبديل للطاقة داخل المصانع؟ طيب طبعا مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. مساء النور. وأرجو رغم كل المشاكل اللي حضرتك قلتيها دي إن احنا نطلع بحلقة فيها طموح إن شاء الله. وفيها أمل في إن احنا نقدر نواجه هذه المشاكل إن شاء الله. خلينا نبدأ بملف الفحم. وإحنا عندما نتحدث عن الفحم نحن نتحدث عن الفحم الحجري أو البترولي الذي يستخدم لتوليد طاقة، لأن هناك جزء آخر وملف آخر عن الفحم النباتي اللي بيسموه مكامير الفحم. هذا ملف وهذا ملف. إذا اتكلمنا على الفحم، القانون أقر اللي كان طالع بقرار من السيد الرئيس، وقبلها من أول إبريل 2015 وتم اعتماد الضوابط المنظمة لعملية استخدام الفحم. والفحم استخدم تحت فحم استخدم من سنة وفي منطقة طرق كويس على سبيل التجربة، لأن احنا ما عملناش اللائحة والضوابط إلا لما جربنا وشفنا التطبيق العملي عمل إزاي وإزاي نقدر نسيطر على هذه المشكلة. أول حاجة القانون، والآن بعد أن أقره البرلمان، بياخد بمبدأ أساسا أن استخدام الفحم محظور كمورد للطاقة إلا في أنشطة بعينها لا يجوز الإضافة إليها. إيه هي هذه الأنشطة؟ الأسمنت، ده الجديدة، دي الأنشطة الجديدة. في أنشطة كانت قبل كده موجودة، الأسمنت، الطاقة الكهربية، وكان بقى موجود قبل كده الحديد والصلب وفحم الكوك والألمونيوم. وبالتالي احنا أضفنا نشاطين بس أو نوعين جدا من نشاطين بس، وهو الأسمنت والكهرباء. ده ليه تعليماته ونظمه، ودي ليه تعليماته ونظمه، ده حاجة وده حاجة تماما. في الأسمنت طبعا خلينا نرجع، السبب الرئيسي هو ان احنا ضروري خليط الطاقة يكون فيه فحم، لان احنا ما عندناش موارد اخرى للطاقة. فخليط الطاقة المتوقع لمصر هيكون فيه الطاقة الجديدة والمتجددة، شمس ورياح، هيكون فيه طاقة البايوماس او المخلفات، وهيكون موجود فيه الغاز الطبيعي، وهيكون فيه موجود النووي، وهيكون فيه موجود البترول، وهيكون فيه موجود الفحم. وبالتالي هو جزء من منظومة الطاقة، هدفها الأساسي أن تمد الاقتصاد باحتياجاته من الطاقة عشان يستطيع الاقتصاد أن ينمو 7%. إذا حضرتك بصيتي للتوقعات، توقعات زيادة الاستهلاك من الكهرباء من 5-6%، وهي ضعف، أكتر من ضعف معدلات الزيادة السكانية، بالإضافة أن معدلات الزيادة السكانية عالية. وبالتالي هناك طلب متنامي، ولا أقول يعني مش عايز أقول جامح، لاستخدام الطاقة لا يمكن أن نسده من خلال الطاقات الرياح والشمس اللي هي المتجددة، ويجب أن نسعى إلى مصادر جديدة للطاقة، وأن نسعى إلى تغيير مزيج الطاقة ليقابل الـ 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 الوضع في العالم كله. العالم كله بيستخدم الفحم. بس أنا عاوز أفهم من حضرتك كده ببساطة يعني عشان نفهمها للناس، لما نستخدم فحم كبديل للطاقة في المصانع هيبقى إيه المميزات؟ إيه الحاجات اللي هتعود عليها؟ المميزات، أول حاجة التكنولوجيا الجديدة اللي مستخدمة في أفران الأسمنت أو في الشحن والتفريغ أو تسمح لنا بأن نتفادى تماما الأثار العكسية أو الجانبية لاستخدام الفحم. احنا بنتحدث عن فرن الاسمنت اللي بيحرق عند فوق 1000
وعند 800 بتتكسر كل اجزاء الماده. وبالتالي انا ما عنديش خطر خالص من الحرق في افران الاسمنت، لان احنا وزاره البيئه وكل وزارات البيئه العالميه بتوصي بحرق المخلفات الخطره في افران الاسمنت. وبالتالي انا ما عنديش اثار على الصحه. انا الاثار الوحيده للحرق هي على CO2، على ثاني اكسيد الكربون، وهو غاز غير سام لان كلنا بنطلعه عند الزفير كويس، ولكن عشان التغيرات المناخيه. وده ليه طريقه اخرى للمعالجه احنا حطينا في فهل من الناحيه الصحيه؟ لا يا فندم، حرق الفحم التكنولوجيا الحديثه اللي موجوده دلوقتي واللي احنا حاطينها كشرط اساسي للموافقه البيئيه يضمن لي ان عمليه الحرق تكون امنه. فاضل لي بس عمليه النقل اللي هي الشحن، وبيجي من بره ما بيجيش من مصر. فعمليه تفريغ السفن، عمليه الشحن، ينزل وبعدين يتخزن فين؟ في الميناء، ثم ينتقل ازاي الى المصنع؟ سكه حديد او عربيات نقل. هذه المنظومه اللي يجب احكمها، ولن يتاتى حكمها الا بالتحديث والتطوير. احكمها، هو في تحديات في الحته دي، في مشاكل ممكن تطلع في الحته دي طبعا. ازاي؟ لان انا المواني والتجهيزات عندي يجب ان يتم تطويرها بحيث مش بس تعرف تتناول الفحم، ولكن تعرف تتناول ما يسمى بالصب غير النظيف اللي هو الكلينكر بتاع الاسمنت، المنجنيز، الكبريت، وهي كلها بقى حاجات اكثر خطوره. فاحنا عايزين نحدث المواني عندنا وننظم شحن. احنا عملناها في القانون بحيث ان تكون ذلك مسؤوليه شركات الشحن والتفريغ، مش مسؤوليه المينا، عشان في ناس بيقول لك الدوله هتحمل. لا يا فندم، الدوله مش هتحمل. التعليمات اللي موجوده حاطه قواعد صارمه ودقيقه لكيفيه تفريغ الفحم من السفينه، ازاي يتفرغ، ازاي يتنقل، حاجات حلزونيه، سيور مقفوله، مخازن مقفوله، مخازن بتترش، المعايير الدوليه. انا مش عايز اقول لحضرتك ان المستثمرين الكبار اللي جم علشان محطات الطاقه، محطات الكهرباء التي تدار بالفحم، كانوا مبسوطين جدا من ان المعايير عندنا شديده، لانها مبنيه اساسا على معايير البنك الدولي وعلى المعايير الاوروبيه. طيب انا ضروري اضمن سلامه هذه المنظومه، ففي تعليمات طالعه. احنا هندي الموافقه البيئيه للشركات اللي هتحرق بكميه محدده، ومفيش شركه شحن وتفريغ هتقدر تجيب الا لما يكون عندها عقد مع الشركه المستخدمه دي. ما الهدف؟ ان احكم قبضتي على الفحم ما يروحش غير للشركه دي، وبالتالي انا مديله احتياجه، هو مديها له على مراحل. الشركه اللي بتيجي بتجيب لي العقد اللي هي مع شركه الاسمنت، بتجيب لي العقد وبتقدم لي هي رخره دراسه تقييم بيئي الاجهزه بتاعتها شكلها ايه، واذا كانت مش مطابقه هتوفق اوضاعها في قد ايه. قانون اداها من 6 أشهر لسنه. كويس. تاني حاجه، ان انا بدي التصريح باستخدام الفحم لمده زمنيه يتم تجديدها كل سنتين. ليه مده محدده كده؟ اقول لك لحد فين. اول حاجه، لان هو ملتزم ان يقدم تقرير عن ادائه البيئي. هو لما جه يستخدم الفحم جاب لي دراسه واشتراطات، فانا وافقت له بشروط، شكل المخزن ايه، شكل المطحنه ايه، شكل الحرق ايه، ان هو يكون مرتبط معايا على اونلاين، يعني مباشره ولحظي على شبكات الرصد بتاعتي بحيث اقدر الرصود 24 ساعه. ثم كمان الشحن، يجيب شركه شحن متوافقه بايه، بالاضافه لكده يقول لي هيحل الفحم بمخلفات ازاي ونسبها ازاي وهتطور ازاي. اذا جه وخالف ده بيتعرض على لجنه فيها خبراء اكاديميين وفيها وزاره البيئه وفيها المحليات وفيها الجمعيات الاهليه اللي موجوده في المكان.
وهم اللجنة دي اللي هتاخد هذا القرار، نمد ولا ما نمدش. يعني مش هنمد لو اكتشفنا ان استخدامه للفحم طبعا في سلبيات، عمل سلبيات. طب ايه اهم السلبيات اللي ممكن تحصل اللي لازم ناخد بالنا منها؟ افرضي مثلا حضرتك ان هو تاجر في الفحم، خد اكتر من اللي عايزه، وقف الانتاج شويه لاي سبب من الاسباب، عنده زياده راح بايعهم في السوق، ما ممكن ده يروح لمصانع اخرى غير مجهزه، ولو غير مجهزه هتعمل مخالفة مشكله، مخالفه ومعاقب عليها قانونا، لان في عقوبات موجوده في القانون اللي وافق عليه اللي اقره البرلمان، عقوبات شديده يعني فيها شق جنائي، في شق مصادره، يعني العقوبات شديده جدا. في نفس الوقت هو اصبح هو ادمن الفحم، بمعنى هو ليس له مورد اخر للطاقه، فهو بعد ما استثمر مئات الملايين عشان يعمل الكلام ده خلاص اصبح ما يقدرش يحرق غير فحم. فهو يعلم جيدا ان انا لو سحبت الترخيص الصناعه دي هتقف، فهو واخد مخاطره وانا بكلمه بالطريقه اللي هو بيفهمها. طيب دي حاجه طيب. انه ممكن يستخدم الفحم جزء منه والباقي يبيعه، او ممكن المطحنه بتاعته ما تكونش مظبوطه فنيا كويس، ممكن يكون انا طالب منه ان هو يعمل مخازن مقفوله برش ولا يتم صيانه المعدات دي وتبوظ بعد شويه، فاجي افتش عليه الاقي مثلا الرذاذات مش شغاله. في مخالفات ممكن تحصل أيه. كتير، ما هو اصل حضرتك انت ممكن تجيبي احدث تكنولوجيا دلوقتي لو ما عملتيش برنامج صيانه واحلال وتجديد هذه المعده هتبوظ كمان شويه. طب استخدام الفحم في المصانع كبديل للطاقه، لا مش في المصانع يا فندم، في ايه؟ ما انا قلت سبتك في مصانع الاسمنت بس، يعني في مصانع الاسمنت عشان اصل المصانع لا انا لن اسمح لي في المصانع في هعيد السؤال، استخدام الفحم في مصانع الاسمنت بالتحديد كبديل للطاقه هيوفر لنا ايه؟ هيوفر لنا يعني حضرتك عشان تحسبي نفس الكميه من الطاقه اللي هنطلعها من الفحم، ممكن ان لو جبناها غاز تكلفك حوالي اربع مرات يبقى صناعة الاسمنت عندك لن تصبح تنافسية، وهتضطر تستوردي اسمنت. نفترض جدلا ان احنا مش هندي فحم وهنقفل مصانع الاسمنت في مصر، نفترض جدلا يعني هو ده البديل، ساتك هتجيبي كم طن اسمنت من بره؟ اطنان 50 60 مليون اللي هي الطاقة الانتاجية. الطاقة الانتاجية دي بتزيد بقد ايه؟ المتوقع لها انها تزيد ب 30-35% في خلال 10 سنين. يبقى ادي حجم اللي هتجيبيه. طيب ما لما حضرتك هتجيب الاسمنت ما انت هتلوثي البيئه اكتر، لان الاسمنت ماده زي الـ زي الـ زي الدقيق كويس، فهتلوث البيئه اكتر، ما انت هتجيبيها سايبه مش هتجيبيها معبئه، لانه جبتيها معبئه بثلاث اضعاف كويس، فهتجيبيها سايله. طب اذا كنت بتقولي المواني بتاعتي الخمسة مليون طن فحم دول هيعملوا دوشة، طب امال بقى الخمسين مليون طن اسمنت هيعملوا ايه؟ هتبقى مشكلة وهيتنقلوا برضو بالسيارات. فاحنا درسناها كويس، احنا ما يعني مش 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 خيار ظريف يعني كويس، ولكن خيار ضروري ضروري الى ان نوقف البديل النووي كويس، لان الفحم هيخش وهيطلع. طب هل اصحاب المصانع مصانع الاسمنت مرحبين باستخدام الفحم؟ بص يا فندم احنا عملنا عشان كده احنا خدنا شويه في اعداد اللائحه، بس استثمرنا وقتنا ووصلنا لتوافق. احنا عملنا اللائحه دي من مسوده اولى، عملنا بتاع حوالي 20-30 نسخه منها. ليه؟ لان عملنا الحاجه ونقعد مع صناعه الاسمنت ونقعد مع وزاره الصناعه ونقعد مع وزاره النقل ونقعد مع وزاره الصحه ونقعد مع الجامعات الاهليه ثم نعدل ثم هكذا، فعملناها بتنسيق وبتوافق اجتماعي كويس ومجتمعي مع اصحاب المصلحه، وعشان كده مفيش دوشه حصلت لما اعلنت. يعني العمليه ماشيه لو تخلي بال حضرتك سموز، يعني مفيش صناعه الاسمنت لم تعترض، وزاره الصحه لم تعترض، وزاره النقل لم تعترض، وزاره الداخليه عشان المرور لم تعترض، المواني لم تعترض،
فالعملية ماشية كويس، لكن أنا مش هقول لحضرتك أنا لسه قدامي مشوار إن أنا أضبط هذه المنظومة التطبيق العملي وتعديل الكلام ده وأنا بشتغل. طبعا ده أساسي لأن نظام جديد في مصر. أنا مش بقول لحضرتك إن أنا دلوقتي حققت 100% من المنظومة، لكن أنا عندي دلوقتي 60-70% وشغال على 30. أنا بخلي الناس بتوعي يعني الشباب اللي شغالين معانا في الفروع أول ما نطلع موافقة على شحنة صورة منها طوالي للفرع اللي تبعه المينا دي يعرفوا الميعاد، بيروحوا يقعدوا هناك في المينا الأسبوع أو العشر أيام جنب السفينة وهي بتنزل، وبيصوروا لي الكلام ده كله طبعا واتساب شغالين احنا طول النهار، وبفيلم يوثق كل عملية. كويس. وساعات بعزم جهات رقابية عشان تشوف الكلام ده، لأن ده نظام جديد علينا ويجب كلنا نعرف اللي بيحصل. ده بالنسبة للأسمنت. لكن احتكار البعض للفحم هل ده ممكن لا يحصل؟ لا ما يحصلش، مش هيحتكر البعض للأسمنت. في آليات لعدم الاحتكار؟ ما في آليات أساسا الاحتكار، قانون الاحتكار. لكن احنا لما منظمين الحكاية احنا بندي لكل شركة أسمنت كمية معينة وبنقول لها فين الشركة. في شركات كتير قدمت عشان شحن واحنا بنوافق لهم، فما يحصلش احتكار للفحم. طبعا الفحم ده من عندنا من مصر؟ لا يا فندم، احنا بنستورده من بره. احنا بنستورده كل فحمنا دائما بنستورد من بره. كويس. وعشان كده احنا حتى عاملين مواصفات للفحم اللي يخش مصر. يعني احنا مش عايزين ندخل الفحم الرديء مصر، فاحنا مصنفين الفحم وقلنا الفحم ده والفحم ده والفحم هما اللي يخشوا بالمواصفات الفلانيه، وبتيجي محاليل من بلد المنشأ بالكلام ده، ولو شكيت بوديها لمصلحتك. بنجيب فحم منين؟ بنجيب فحم من جنوب افريقيا، بنجيب فحم من موزمبيق، بنجيب فحم من استراليا، بنجيب فحم من اوكرانيا ومن الاتحاد السوفيتي على حسب. وكل فحمه ليه. احنا في مصر ما عندناش فحم. عندنا فحم المغارة في سيناء، ولكن اقتصاديات تطويره لسه مش وحجمه تفوق الاستيراد، وحجمه مش كتير وبلاش نستخدمه دلوقتي. محوشينه يعني؟ خليه شوي. طيب يعني هيكتر لحوشنا؟ مش عايزينه يكتر يعني، لا احنا عايزينه يكتر، احنا عايزين ان نستخدم الفحم الضرورة تقدر بقدرها لا اكتر ولا اقل. كهربا بقى نظام تاني خالص، كهربا بعيد خالص على البحر الاحمر وعلى البحر المتوسط. بنعمل ميناء رصيف وجنبه محطة الكهرباء، الرصيف ده شغال بس على الفحم، وبالتالي بضمن ان انا بحطه في سيور مقفوله من جميع الجهات، وبيتم العمليه كلها مقفوله. وبعدين انا ما بنقلش فحم بقى، انا بحرق فحم واطلع كهرباء وكهرباء احطها على الشبكه، فمفيش نقل للفحم في حاله الكهرباء. طيب خليني يعني اروح لمنطقه اخرى بمناسبه زياره الرئيس الصيني لمصر النهاردة. أيوة. هل هناك أي اتفاقات أو أي تعاون بين الجانب المصري والدولة الصينية في مجال البيئة؟ أي فن. إحنا عندنا اتفاقية تعاون مع الصين، إحنا بنركز كنا أساسا على المخلفات الزراعية لأنهم عندهم تكنولوجيا متقدمة في مجال المخلفات الزراعية خاصة قش الرز. وبنركز على التعاون في مجال التلوث الصناعي، وأضفنا إليها الخبرة في مجال الفحم، لأني أربع محطات الفحم من الصين. لكن بكرة احنا إن شاء الله هنوقع اتفاقية خاصة مع وزير التغيرات المناخية، هنوقع اتفاقية هي منحة من الصين ب$3 مليون لمعدات للطاقة الجديدة والمتجددة. طيب بمناسبة انه حضرتك اتكلمت عن المخلفات الزراعية، وده ملف مهم من الملفات اللي محضرة ان احنا لازم نتكلم فيها النهاردة، ازاي بيتم استغلال المخلفات الزراعية في مصر؟ بص حضرتك فندم، هو احنا المخلفات الزراعية عندنا تقريبا نص حجم المخلفات اللي بتطلع في مصر، احنا بنتكلم في حوالي 70 مليون حجم المخلفات في مصر، 33 مليون مخلفات زراعية. المخلفات الزراعية مشكلتها الأساسية أنها تلوث الترع والمصارف والطرق في القرى، أو تتحرق وتطلع لي الغازات زي حكاية الشمس السحابة السوداء. في حين أن المخلفات الزراعية لها قيمة اقتصادية
من الممكن ان احنا نستعيدها. بالظبط، ازاي ممكن نستخدم قش الرز ونستغله بدل ما نحرقه ويعمل لنا سحابه سودا ويعمل لنا مشاكل بيئيه مختلفه. هو ده كان مدخلنا، واحنا ما ركزناش بس في المدخل على قش الرز، احنا ركزنا على كل المخلفات الزراعيه، لان قش الرز بالمناسبه يعني هو 5% من حجم المخلفات الزراعيه، فهو ليس الاخطر ولكن هو الاكثر تاثيرا على الراي العام، لكن بقيه المخلفات بتتحرك. طب ليه هو الاكثر تاثيرا؟ اقول لسيادتك حاجه. هو قش الرز بيحصد في فتره خريف، وفي هذه الفتره بيكون عندنا تغيرات طقسيه معينه، انحباس الحراره، عدم وجود رياح الى اخره، فلما بيتحرق بيبان لنا اكتر، لان التشتت، عوامل تشتت ملوثات الهواء في الوقت ده بتبقى محدوده للغايه، اللي احنا بنسميها انعكاس حراري. انا لا كنت يعني مش عايز اخش حاجات فنيه، فبتبان لنا بشده السحابه السوداء، بتبان لنا بشده كويس في فتره سبتمبر واكتوبر ونص نوفمبر، هو ده الموسم بتاع قش الرز. احنا بصينا ان في اطار ان في فقر في الطاقه، فالمخلفات الزراعيه ممكن ان تستخدم كمصدر للطاقه، دي اول حاجه، مصدر للطاقه مثلا على سبيل المثال في صناعه الاسمنت. انا قلت لسيادتك شويه من الفحم، ان احنا قلنا له تحط مخلفات عليها وتتدرج صعودا، هو هيستخدم المخلفات الزراعيه ويخلطها ببعض المخلفات البلديه، يبقى هناك طلب على هذه مع فلوس عايز يتفحل هذه المخلفات. طب ايه اللي ناقصني؟ الشبكه اللي تجمع ده من الغيطان وتكبسها عشان الصناعه تيجي تاخدها. طب بتعملوا اتفاقات مع الفلاحين في الموضوع ده؟ هو ده اللي احنا عملناه بالظبط. بالظبط، انا هركي قلت الحل يعني. احنا مشينا في كذا اتجاه. اول حاجه اتجاه ان انا اوفر للساده متعهدي المخلفات الزراعيه، طائفه جديده من وظائف العمل خلقت. اوفر له تمويل علشان يجيب المعدات اللي عايزها للجمع وللكبس، اللي هي جرارات، مكابس، ووفرها له بسعر وبفايده قليله. فعملنا تمويل خاصة في محافظة الشرقية، ده نفذناه، ان ممكن ياخد لحد 2 مليون جنيه بفايدة 4% على 5 سنوات من خلال الصندوق الاجتماعي. واحنا درسنا السوق واحتياجاته ايه، وقلنا له ادي الالات اللي اختار، اللي انت الاله اللي انت عايزها، المعدة اللي انت عايزها، وجيب من اللي انت عايزه، بس هتجيب المعدة دي ومش هتاخد فلوس في ايدك، ساعتك هتختارها وهتتجاب لك. عشان احنا مش عايزين ناخد فلوس مثلا ويتجوز ولا حاجه او يسافر بره او اي حاجه يعني. كويس، فجبنا الكلام ده، اشتغل الناس بيها، رحنا عاملين له عقود مع شركات الاسمنت يورد، يبقى هو ضمن ان اللي هيجمعه ليه واحد هيشتريه ومعاه عقد توريد، فضامن ان مش هيخسر. تاني حاجه ادينا له على كل طن يجمعه 35 جنيه تدفع له خصما من القرض. ايوه، يبقى هو من مصلحته ان يجمع قش رز، ما ياخدش الجرار وينقل بيه طوب. ما هو اول ما تدي الناس ممكن. بس ده ما كانش متوفر عند كل الفلاحين، يعني بعض الفلاحين ما عندهمش مكابسه، كانوا بيضطروا يحرقوا القش. هي حاجتين كويس، الفلاحين بيحرقوا ليه؟ وانا هقول لحضرتك الجزء الثاني، ان احنا رحنا في حته ثانيه اللي معهوش فلوس، احنا اشترينا المكن وحطيناه في الميكانة الزراعية وأجرناه للناس دي. دول بقى بنديهم 50 جنيه على الطن. فأنا خلقت حوافز عشان أبدأ ألم. في نفس الوقت رحت للمزارعين وعلمناهم واداهم المواد اللي يقدر يحول قش الرز إلى سماد أو علف في الحقل بتاعه. بالمواد، باليوريا، بالبلاستيك، بكل حاجه. يبقى المزارع عنده يا يروح هنا يا يروح هنا يا يروح هنا. وفي نفس الوقت شددنا من اجراءات المراقبه على الحرق. فقدرت السنه دي بدون الاليات دي
الفلاحين جمعوا 1,000,000 طن قش رز وفرموه عشان يستخدموه كعلى، لانه لقوا ان في جديه من الحكومه في السيطره على هذه المشكله. لا المحاضر بتضرب ولا الناس مش موجودين قاعدين على القهاوي اللي المفروض يفتشوا، لا اشتغلنا جد، الشباب عندنا اشتغل تمام، كنا بنراقب العملية بالقمر الصناعي، بنعرف أماكن الحرق كل 12 ساعة، بنوجه الفرق الأرضية ليها، لأن بالجي بي اس بعرف عزبة إيه في حتة إيه، بيروحوا الحرق لسه شغال. طبعا في تنسيق مع المحليات، تنسيق رهيب مع المحليات ومع وزارة الزراعة ومع وزارة الداخلية، يعني منظومة متكاملة، كل القيادات في الوزارة في الفيلد، مفيش حد على مكاتبه، كله في الفيلد وكله بيبلغنا. الواتس اب كلنا شغالين، عملنا واتس جروب واتس اب في المحافظ في السيد رئيس الوزراء، يعني بحيث على اعلى مستوى في الاعلاميين عشان العمليه تبقى فيها شفافه، مفيش احنا مخبيش حاجه. وقلنا يا نفشل يا ننجح. من الناحيه التانية احنا سيطرنا على حرق المقالب، سيطرنا على المكامير الفحم، سيطرنا على الصناعات اللي في القاهره، بحيث السنة دي حضرتك ما كانش فيه دخان بسبب السحابة غير 3 أيام مرصودة بالأجهزة، وموجود البيانات عندنا وعرضناها قبل كده في مؤتمر على المتخصصين وعلى الإعلام. الحمد لله ربنا وفقنا السنة دي وصلنا 70%. كويس، احنا نستهدف ان طول السنة ما يبقاش في حرق مخلفات. انا بفكر في الذرة، لان في تحول دلوقتي اكتر للذره، الذره بتحرق. انا بفكر في حطب القط، انا بفكر في قصب السكر، انا بفكر في الخضار والفاكهه، انا بفكر في تقليم الاشجار. كل الكلام ده موجود سيادتك كده لما تروح الريف، على جنب الترعه دي وعلى جنب الترعه دي، يا اما يترمي في المصرف او الترعه ونطلعه تاني نحطه على الجنب يروح واقع تاني. مفيش امل غير ان انا اعيد التدوير، حتى لو الدوله تحملت جزء من التكلفه، لان تكلفه صحه المواطنين اكبر بكتير من اي حاجه نقدر نتخيلها. طيب وحضرتك بتقول اعاده التدوير، بفكر كمان في القمامه ومقالب القمامه واعاده تدوير القمامه، وده ملف كبير جدا، بس خلونا نشوف التقرير اللي معانا دلوقتي الاول، وبعدين نرجع نستكمل حوارنا ونتحدث عن اعاده تدوير القمامه. القمامة أزمة لطالما كثر الحديث عنها وتضرر منها الجميع، ومع ذلك فإنها ما زالت تنتشر في شوارع مصر متراكمة فوق بعضها بمشهد يؤذي النفس البشرية ويطفئ جمال شوارع الجمهورية ويؤثر في صحة المواطنين. الزبالة مالية مصر كلها، مش الجيزة بس، الجيزة والقاهرة، في طبعا في المناطق بنشوف يعني في التجمع الأول والخامس والكلام ده مهتمين بالزباله قوي، بيشيلوها اول باول، بشوف اللوادر دايما جايه وبتشيل، لكن في المناطق العشوائيه اللي زي كده محدش مهتم بصراحه. منظر الزباله ده بقى حاجه سيئه جدا، شكله مقزز، يعني حتى منظرنا في وسط البلاد الثانيه بقى حاجه وحشه، يعني حاجه محرجه. يعني انت حتى لو هتسافر اي بلد عربيه هتشوف يعني اللي بيرمي ورقه بياخد مخالفه وبيدفع غرامه. يعني هنا للاسف واخدين الحياه باستهزاء بقى دلوقتي، يعني اللي بيرمي ورقه في باسكت ولا حاجه وهو ماشي ممكن ياخد جايزه. في ريحه برضك بتطلع، بيبقى حمير ميته وطالعه كده ماشيه على الميه، ريحه وحشه برضك، وفي ناس بتبقى داخله من الريحه بترجع تاني. الزباله دي انا من حقي ان انا امشي في شوارع نظيفه، شوارع القاهره دي كانت انضف شوارع. ايه اللي وصل الحل كده؟ اكيد اهمال، اكيد اهمال او سوء تخطيط من المسؤولين. تراكم القمامه في الشارع ظاهره ليست بالحديثه، فمعظم الشوارع والاحياء مليئه بالقمامه المتراكمه حامله بداخلها الحشرات والجراثيم التي تسبب الامراض وتنشرها بين المواطنين. كلنا متضررين من الزباله، لان في يعني الجماعه اللي هم بيكنسوا في الشارع دول بتاع المحافظه ما بيجوش، ما مش مهتمين بالشارع بقالهم اكتر من سنتين، ما حدش بيجي، كل اسبوع بيجي واحد نص ساعه وبيمشي، واللي رايح بيرمي زباله واللي جاي بيرمي زباله، طالما لقى زباله مرميه بيرمي عليها. زباله كتير قوي ومش عارفين، وبتضر الاطفال وبتضرنا كلنا وبتضر صحتنا، والاهالي بتحرق الزباله
والدخان بيطلع علينا واحنا عندنا حساسيه على صدرنا. طبعا الزباله حضرتك بتبقى منظر قوي في الشارع اصلا، وده طريق سياحه زي ده. طبعا الاجانب لما يجوا يشوفوا المنظر ده مش لطيف يعني في البلد وكده، خصوصا من احنا في الارياف كمان أسوأ من هنا بكتير. يعني احنا هنا في بلد اسمها المنوات حضرتك، طبعا مركز ابو النمرس، كسح وزباله في قلب المايه اللي بتسقي بيها الزرع، ولا في صرف صحي ولا اي حاجه. بتجيب تلوث في الجو وتلوث في البيئه وكل حاجه. يعني احنا متضررين طبعا. يعني المفروض مصر دي تبقى بلد حضريه، ما يبقاش فيها الحاجات اللي بنشوفها دي. مع ان جميع الديانات السماويه حثت وشددت على اهميه النظافه، فان مصر ما زالت تعاني من ازمه القمامه المنتشره في شوارعها، وهو ما يتطلب إيجاد حلول جذرية قبل تفاقم الأزمة وانعدام السيطرة عليها. إنجنور تن تي في. إذن السؤال الأهم الآن، كيف تصبح القمامة مصدرا للدخل عندنا في مصر؟ سيادة الوزير، يعني احنا الحمد لله عندنا أطنان من القمامة المنتشرة في كل جمهورية مصر العربية، إزاي يمكن استغلال هذه الأطنان علشان تبقى مصدر للدخل؟ هم 23 مليون طن في السنة، القاهرة لوحدها، القاهرة الكبرى لوحدها طلع حوالي 10,000 طن في اليوم. المشكلة الأساسية زي ما قال أحد السادة المشاهدين، هو حصل إيه؟ وقال يا إما غياب تخطيط يا إما إهمال. أعتقد إن هما الاتنين مع بعض. إحنا غيرنا المنظومة اللي كانت موجودة بشكل هد المنظومة تماما. من ساعة ما دخلت الشركات الكبرى. الشركات الكبرى لما دخلت هي دخلت بنسق معين يتناسب مع بيئة اجتماعية اقتصادية معينة، فما تقدرش تستورد النسق ده من بلد وتحطه عندنا. من احدى الاسباب الكبرى هو القضاء او تحجيم دور جميع القمامة هم الزبالين ومتعهدي القمامة اللي كانوا مقسمين احياء واخد ترخيص بالحي، ان احنا قضينا على الخنازير اللي كانت في هذه الفترة احسن وارخص طريقه للتخلص من مكونات القمامه اللي ملهاش قيمه، وهي المكون العضوي اللي هو الاكل وبقايا المطبخ والى اخره. بنحاول دلوقتي ان وزاره البيئه مع وزاره التنميه المحليه مع المحافظات هي اللي القى عليها المسؤوليه ان احنا نجد حلول لهذه المشكله. وبالتالي احنا بنعيد تشكيل المنظومه مبنية على حاجات معينة. مبنية قبل ما افكر في الجمع، كان احد السادة المشاهدين قال التجمع الاول والتجمع الثاني والتجمع الخامس بيتشال منه. طيب بيروحوا على فين؟ بيروحوا على مقالب مفتوحة بتتحرق، واحنا شايفين التجمع الخامس دلوقتي بيعاين من مشاكل، واحنا ماشيين على الدايري، واكيد حضرتك بتمشي على الدايري كتير وبتشوف في مقالب قمامه محترقه بالظبط وعامله طبعا تلوث فظيع في الجو. بتحترق، خلي بال حضرتك انها بتحترق اساسا عشان فيها غاز ميثان بيطلع من المخلفات العضويه. غاز الميثان ده بيشتعل ذات الاشتعال وبيعمل لك الدوشه دي. عندنا مقالب زباله، وهي انا في رايي هي الاخطر. فاحنا فكرنا بالعكس، احنا قلنا احنا يا مصر تقدري تتخلصي التخلص النهائي من المخلفات ازاي وباي وسيله ارخص واحسن وسيله نقدر نعملها في مصر. فوجدنا بعد ما درسنا كل هم حاجتين اشتغلوا مع بعض، ان احنا ناخد هذه القمامه والجزء العضوي بالذات من القمامه ونقدر ان احنا نعمل منه اسمده او ما يسمى بالار دي اف، وهو قود بيستخدم في الصناعه. وبالاضافه لكده ممكن يكون في مدافن صحيه. مدافن صحيه يعني ايه؟ يعني مبطنه عشان رشيح وبتتغطى وتدار بشكل معين، وفيها مواسير
بتاخد الغاز الميثان اللي يطلع وبتجمعه وبتدخله للاستخدام الاقتصادي، اما يستخدم يتحرق ونعمل منه كهرباء او يتم امداد قرى ومجمعات بيه. وبالتالي يبقى انا ده اكتر حاجه هنقدر نتحمل تكلفتها. في بقى حلول تانية، بس امتى نشوف ده في الواقع؟ اهو احنا امتى نشوف مصر بيئة نظيفة؟ احنا بنتكلم دلوقتي عندنا حاجه مثلا في الاسماعيليه خلاص اشتغلت كويس، ثم بنرجع بقى للجامع. الجامع هيكون من الشقق، احنا مش هننزل الزباله في الشارع. لو نزلت الزباله في الشارع النباشين هيطلعوا. شكرا خلاص. يبقى اساسا هذه منظومة أساسية. تتعمل بقى في اسكندرية ازاي، تتعمل في القاهرة ازاي، ده بيختلف عن ده، منطقة عشوائية غير منطقة غير عشوائية، دي آليات. لكن الهدف أنا مش عايز أو مش عايزين كلنا، واتفقنا في مجلس المحافظين ومجلس الوزراء، الجمع السكني، تقديم الحوافز للفصل من منبع، النقل إلى محطات وسيطة، والانتقال من المحاسبه بالشقه الى المحاسبه بالطن. هتجيب لي طن كذا هدفع لك كذا، وبالتالي انت من مصلحتك انك تلم وتجيب لي، مش انا اللي هجري وراك، انت اللي هتجري وراي. اذا كنت بتفرز وبتاخد اللا عضوي ربنا يبارك لك، لكن العضوي مش هترمولي في الشارع، هتجيبه في محطات وسيطه. ما فيش مكان لمحطات وسيطة ان انا ابني، بجيب محطات وسيطة متنقلة اللي هي عربيات كبيرة بتكبس وبتاخد الحاجة وتطلع. دي يعملها متعهدي القمامة، شركات القمامة الصغيرة او الكبيرة او المتوسطة، ويعملها جميع القمامة. يعني في متعهدي وفي جميعي، ده حاجة ودي حاجة. الدولة او المحليات هتنقل من المحطات الوسيطة للمكان التخلص النهائي اللي بره، هتنقل لمصانع. فعشان نعمل المصانع خدنا قرار ان كل مصانع تدوير القمامة في مصر، وهم دلوقتي 66 مصنع شغالين بكفاءة 30-40%، ان هم يتم طرحهم للاستثمار، ويتم طرحهم للاستثمار. وعلشان نشجع الاستثمار قمنا حطينا تعريفة للغاز اللي طالع من القمامة. لو سيادتك طلعت البايو جاز ده وطلعت منه كهرباء، انا هحاسبك كدوله 92 قرش للكيلو وات ساعه، وهو سعر تم مناقشته مع المستثمرين. اذا كنت هتاخد ده وتطلع منه ديزل هحاسبك ب 70% من السعر العالمي. المستثمرين يقدر يحسب دلوقتي اقتصاديات العمليه بتاعته. الاول ما كانش عارف فما كانش بيجي. تاني حاجه ان احنا عندنا الارض والمصانع نعملها بحقوق انتفاع مدة طويلة بأسعار مناسبة. المدافن يتم برضو طرحها للاستثمار، لأن ممكن أن المصنع يبقى جنبه مدفن ويدير الاتنين ويقوم ربحيته تبقى كويسة. في نفس الوقت احنا طلب مننا بعد ذلك، طب يا جماعة لو سمحتوا وزارة البيئة مع المحافظات اعملوا لنا مبادرات. فعملنا واحدة للجيزة، واحدة الاسكندرية، واحدة الاسماعيلية، واحدة البورسعيد، واحدة الكفر الشيخ، واحدة الغربية، واحدة للقنا، واحدة الاسيوط. وابتدينا خدنا الموافقة على الثلاثة الاولين، الاسكندرية والجيزة والاسماعيلية. الاسماعيلية شغالة دلوقتي وما بندفعش الناس الفلوس الى ان يشوفوا السيستم شغال. الاسماعيلية فيها جمع من شركات صغيرة، فيها نقل لمحطات وسيطة، المدفن خدته شركة استثمارية وبتشغل المدفن مع المصنع. منظومة صغيرة جميلة جدا، قدامنا شهر والاثنين وناخد بالكاميرا بتاعت حضرتك ونشوف ونكلم الناس وتشوفي ايه اللي بيحصل في الاسماعيلية. نفس الحكاية هنعملها في الجيزة. الجيزة الحمد لله ما فيهاش شركات، القاهرة لسه فيها شركات فما نقدرش نخش في القاهرة. الجيزة ما فيهاش شركات فقسمناها الى عدة احياء وعملنا نموذج لكل منطقة بحسب عادات الناس. يعني بولاق سوري بولاق امبابة سوري انا اسف امبابة ليها نموذج لوحده، 2 مليون نسمة ليها طريقة لوحدها، فيها ناس موجودين متعهدي مخلفات وفي روابط شركات صغيرة. فقسينا النظام بحيث نستوعب دول معانا.
ثم نموذج تاني للعمرانية والدقي والعجوزة، نمط تاني من متلقي الخدمة، نمط تاني للإدارة، لأن في متعهدي قمامة واخدين شوارع معينة من تاريخ عايزين ترخيص عشان يقدروا يشتغلوا، مش طالبين مننا غير ان احنا نمولهم، نساعد في تمويلهم عشان يجيبوا معدات. عملنا لهم اتفاق مع الصندوق الاجتماعي، وبالتالي اقدر اوقف ده على رجله. ثم الـ 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 الوراق وباقي الجيزة دول عايزين يدوهم لشركات متوسطة. احنا اتفقنا ان وزارة البيئة تاخد نموذج امبابة، فاحنا خدنا الاصعب كويس، واتفقنا مع السيد المحافظ ده هنعمله مع سيادتك، والباقي ده حضرتك اللي هتعمله، وهنبص ونقارن وندخل الجامعات الاهلية تقول للناس وتوعي الناس. لان الهدف ايه يا فندم؟ الهدف ان انا ادفع 100% ثم بعد 6 اشهر اذا كانت ناجح اطلع ب 50%، انت 50 وانا 50، ثم بعد 6 اشهر تانيين 25، ثم حضرتك تقوم سيستم. يبقى انا شلت العبء على الموازنة، لان مفيش خدمة نظافة بدون تكلفة وبدون سعر. ازاي بقى نخلي السعر التكلفة ده خفيف على الطبقات الفقيرة ومتوسط على الطبقات الاخرى بحيث يكون عدالة اجتماعية؟ هذا هو المفهوم اللي احنا شغالين فيه. وزارة البيئة ليست منفذة، لان انا ما عنديش امكانيات ان انا اخد مصر دي كلها باعملها، لان انا 3000 موظف في الاخر وميزانية محدودة، لكن انا عندي القدرة، ودي مسؤوليتي ومسؤولية جهاز تنظيم ادارة المخلفات الجديد انه يعمل الكلام ده، يتفق مع مستثمرين. عندنا المستثمرين كلنا بيجونا دلوقتي كويس، واعتقد ان في فترة زمنية ان شاء الله 3-4 اشهر حترجع هتلاقي فرق. مش حي... انا ما بقولش مرة يعني. واحدة ضروري يا فندم، ضروري نحلم، واحنا ما بنحلمش بحاجة صعبة ولا بحاجة مستحيلة. طيب احنا كاميرا مساء القاهرة نزلت الشارع والتقت مع اكتر من مواطن، والمواطنين دول عندهم تساؤلات لحضرتك. تعال نشوف الناس تساؤلاتها ايه وافكارها ايه، ونرجع نجيب على هذه التساؤلات. وزير البيئة نطلب منه حاجات كتيرة جدا، يعني الوضع اللي احنا شايفينه، مخلفات بتاعت المصانع، المحافظة على نهر النيل والثروات اللي فيها البلد اللي عمالة تضيع واللي بنضيعها بنفسينا احنا، يعني في حاجات كتيره جدا المفروض تتعالج. مطلوب منه يبص على البلد شويه، يعني عندك منطقه امبابه ومنطقه بشتيل ومنطقه لعبه، ده كله يعني منطقه زباله، يعني المفروض هو يبص لها شويه. بالنسبه للزباله والكمامه والحاجات دي كلها يبص لها، يعني نجيب مين ننضفها. اطلب من وزير البيئه حاجه مهمه جدا، ميه المجاري اللي بتترمي في من المجزر على ترعه المريوطيه. ترعه المريوطيه بتسقي زرع، بتسقي بني ادمين، تسقي حاجات كتير قوي. ريحه الميه لا تطاق، وانت ماشي من على المعديه تعدي ناحيه المجزر ريحه الميه لا تطاق. وزير البيئه يشوف الزباله اللي في الشوارع دي ويهتم بالناس، يعني شويه ينزل الشارع يبقى قريب من الناس، يشوف الحاجات الطبيعيه اللي بتحصل. احنا طبعا في حاجات كتير عندنا في البيئه عايزه تتظبط، زي الزباله اللي ملت الشوارع دلوقتي، وحته النظافه تبقى مستمره، بيبقى في مدارس بيبقى فيها جنبها زباله كتير، الشوارع بقت مليانه دلوقتي من بالزباله. نتمنى طبعا نشوف بلدنا مصر دي في احلى حال. يعني الميكروباصات اللي هي عامله عادم دخان ده في الشارع، والعربيات اللي ما لهاش رقابه، في عربيات بتطلع عادم دخان والشارع مخنوق، بس يطلبوا وبتاع حرق قش الرز ده واللي بتاعه والحاجات دي يعني كلها برضه بتاثر على البيئه. يعني ينظف الشوارع دي، اطلب ياخد باله من الشوارع ومن القمامه دي وكل حاجه دي. عايزين القمامه اللي هي يعني القمامه في الشوارع، التلوث بتاع النيل، المصانع اللي بتصرف في مصانع بيبقى ليها بيبقى ليها صرف، سواء اللي هو الادخنه، كل ده ما بيصرف في العربيات. كانوا زمان بيعملوا لنا شكمانات للعربيات تصرف، يعني ما دام تصرف تحت تصرف فوق ما عملناش حاجه. يا ريت بس يهتم بالنظافه بتاعت الشوارع، ويعني مثلا يخصص اماكن للزباله وكده، والعربيات برضو يعني تهتم شويه
عشان يعني زي ما حضراتكم شايفين اللي يعني بقى الموضوع بقى صعب جدا، وخصوصا برضو يعني الحاجات دي بتجيب امراض خطيره. هطلب منه النظافه طبعا، هطلب منه غريه النظافه، مش عايز منه اكتر من كده. طيب يعني بعض الأسئلة تم الإجابة عنها فعلا، موضوع النظافة والزبالة والقش الرز دي حاجات كلها احنا اتكلمنا فيها يعني، لكن المواطنين بصراحة طرحوا موضوعات مهمة زي مثلا المحافظة على نهر النيل والثروات، وأكثر من حد اتكلم على موضوع المخلفات الصناعية، وده أحد الملفات الهامة اللي المفروض نتناولها بالنقاش النهاردة. يعني زي حضراتكم يعني بتواجهوا صرف بعض المصانع لمخلفاتها الصناعية في نهر النيل اللي احنا بنشرب منه، لدرجة ست بتقول انه على ترعة الماريوتية في مية مجاري بتترمي في الترعة، والترعة وهي هي نفسها بتقول دي بتسقي زرع وبتسقي ناس وبتطلع ريحة وحشة. طيب خلينا اولا انا رصدت حاجة زي ما ستك قلتي، الغالبية طبعا بتكلم على الزبالة والنظافة وده وضع طبيعي، وانا هقبل بالمقولة ان الانطباع هو الحقيقة، هو في انطباع عند الناس ان وزير البيئه مسؤول عن الكلام ده، هو ده خلاص الانطباع. صحيح ان وزير البيئه مش مسؤول عن الكلام ده، بس يا فندم طب مين المسؤول؟ المحليات يا فندم هي المسؤوله، ولكن المحليات ووزاره البيئه حكومه واحده وكلنا مسؤولين. عشان بس من يعني، لكن انا بقول لحضرتك انا عارف الانطباع ده كويس، وربنا يقدرنا ان احنا نقدر، لان كل الكلام ده كلام مشروع وكلام صحيح ما فيهوش كلام زيادة. أنا بس بطلب من الست اللي كانت بتعمل الجرجير دي، هي كانت بتقطع البتاع وترميه على الجنب وتقولي هنضف الشارع. طب ما بلاش حضرتك ترميه وأنا هنضف الباقي كويس، لكن مش مشكلة. خلينا نتكلم على نهر النيل. نهر النيل نهر سلوك النيل. بعض المواطنين يعني بص حولك مش عارفين يعني. أنا مش عايز أقول، ولكن أعتقد أنه كلنا حاسين، حتى لو أنا ما قلتش وحتى لو إحنا ما قلناش، أن السلوكيات فيها جزء كبير فيما خلص بالبيئة. يعني بنشوف احيانا طبعا ما اقدرش اقول كل الناس، بس احيانا بنبقى سايقين الاقي واحد جنبي بالعربيه يفتح الازاز ويرمي السيجاره او يرمي زباله يعني. طب كويس ان هو ما رماش كوبايه كان كوكاكولا ولا حاجه وراح راميها يعني. لا انا ما شفتش دي، بس بشوف وقع على الارض حاجه زي كده. خلينا نقول في العالم كله مش في مصر بس، الوعي البيئي والسلوكيات البيئيه جزء اساسي من حل المشكله كويس، ولكن ليس الجزء الوحيد، وقد لا يكون الجزء اللي يجب نبدأ به، قد يكون الجزء ان احنا نوري حاجة ثم نوعي بالحاجة نقلب العملية ويبقى شوية. في كمان اماكن متاحة في الشوارع ان انا احط فيها الحاجات دي طبعا، بس احنا قلنا مش عايزين نخلي زبالة كتير في الشارع عشان النباشين. ايوه بس يعني في كل حتة دي في دول العالم بيبقى في مكان بتعمل فيه الحاجات البلاستيكية، ترمي فيه الحاجات البلاستيك، مكان ترمي فيه الحاجات الورق. لن تصلي إلى هذه الدرجة إلا بعد شوية، ولكن من الممكن أن تفكري في الشركات بقى اللي تيجي تعمل كأنه مستثمرين، نحط عليهم نشاط إضافي عشان يزودوا التدوير بالحاجات اللي سيتك اللي هي ثلاثة بنزي أو يعني بالضبط كده تبقى موجودة في كل حتة في الدنيا. المختبئة موجودة في كل حتة في العالم، ولكن قد يكون إحنا وصلنا لدرجة للأسف متدهورة، وان احنا يجب نوقف التدهور وبعدين نقلب التدهور الى التقدم، لكن يجب نتدخل عشان نوقف التدهور ده. طب موضوع المخلفات الصناعيه دي اللي بتترمي في نهر النيل، زي ما ستك عارفه ان وزاره الري متعاونه في خطه قوميه من اكثر من عام على حمايه نهر النيل، والعمليه مقسمه، وزاره الاسكان تتولى الصرف الصحي، وزاره الزراعه الصرف الزراعي، وزارة الري تنظيم الأمور دي، وزارة البيئة التلوث الصناعي المباشر. احنا بدأنا هذا العام وكان عندنا قبل كده كان 102 شغالين عليهم، بقوا دلوقتي أول العام كانوا 20، وصلنا في سبتمبر الماضي إلى 9 منشآت صناعية تصرف مخلفاتها على نهر النيل. السبعة سكر، صناعات سكر وهي صناعات قطاع عام، واثنين ورق، الورق طبعا اللي بيبقى مصاحب لصناعة السكر عشان المصاصة ده فيما يخص المية. السبعة اتفقنا معهم، لم ينفذوا الاتفاقات، لجأنا إلى النائب العام والنيابة
فده شجعهم ان هم يشتغلوا. خلال لحد يناير اللي فات انهوا برامجهم الخاصه بعدم الالقاء الصرف في نهر النيل. احنا بنفتش عليهم، بدانا تفتيش تاني عليهم بعد ما ابتدوا يشتغلوا، لان ده موسم عصر، وموسم عصر السكر في جنوب مصر بيبدا من اول يناير وينتهي في مايو، فما كناش نقدر نعمل تجارب تشغيليه لان ما كانش فيه حاجه تتعصر. فاحنا من امبارح ابتدينا ان احنا نفتش عليهم وهنشوف النتيجه ايه، ولكن احنا تابعناهم هندسيا، هم قاموا باللي احنا واتفقنا عليه، وهنشوف الكلام ده في خلال الاسبوعين الجايين ما هي نتائج التفتيش عليهم. احنا هنركب كمان ما يسمى بالحساسات البيئيه. حساس البيئه هو عباره جهاز بيتركب على الماسوره بعد ما تسيب المصنع او قبل نهر النيل او قبل الترعه او قبل اي حاجه، بيتركب فيها بيقرا لي التدفقات والبيانات بتاعه الصرف، وبينقلها لي طوالي على المقر الرئيسي بتاعنا في القاهره او على مقر الفرع او الاثنين مع بعض. فبنبقى واحنا قاعدين بنقرا قراءه لحظيه اللي بيحصل في المصنع، فمش محتاج ان انا اروح افتش، فتش مفاجئ طبعا، ولكن مش محتاج افتش وهم عارفين بقى ان انا جاي، او حد يقول لهم ان انا جاي، او لان اول ما بننزل طبعا بيبقى يعني كلها مناطق ريفيه، فبنتعرف طوال يعني بعربياتنا بحاجاتنا بنتعرف، فده بيساعد ساعات على التفادي يعني من خلال الغلق ساعتها والكلام ده. فاحنا بنركب حساسات، كل ما ندخل المصنع يتوافق نروح مركبين له حساس، والحساس مش رخيص يعني، ده حاجات بمليون جنيه والى اخره يعني، وليها تقنيه معينه عشان نتحكم فيها. عندي مصنعين ورق، واحد في ادفو واحد في قوس. اللي في قوس وافق اوضاعه وهياخد الصرف هيرميه على غابه شجريه. لكن في اصحاب مصانع تانية اصطدمت معاهم؟ طبعا، ما انا اصطدمت مع دول بس اتصالحنا يعني. لا يعني اصطدمت مع دول. هل في ناس اصطدمت معاهم ولسه الصدام موجود؟ طيب عندي بورسعيد، عملت وعندي معاهم في الشرقيه إيه؟ كويس. على حسب، في جزء يعني غلبنا في التفاوض معاه وغلبنا ان احنا نعمل خطط توفيق اوضاع، فامرنا المحافظ بغلقه. عملت لهم مخاضر مثلا؟ طبعا، في غرامات دي اساسيه، غرامات اتعملت عليهم، في غرامات العود اللي هو بيبقى يعني عمل قبل كده وخد حكم وعملها تاني زي مصانع السكر دول، فلقوا نفسهم هيخشوا السجن، رئيس مجلس الاداره هو اللي بيخش السجن كويس، فلا انا سمح يخش السجن فاتصرفوا. وفي المصانع دي بتتركز فين اللي عامله مشاكل؟ هي منطوره يعني، في حته في بيرمي على المنزله، فبيرمي على المصرف والمصرف بياخد يرمي على المنزله، فعامل لي مشكله في المنزله، فانا مش هروح وزاره رايح تشتغل في المنزله تعمل القنوات الاشعاعيه وتدخل اكسجين اكتر فيقوم يصحح، انا بقى بروح للمصدر واتعامل معاه. ففي بعضهم كان في الشرقية، في بعضهم في بورسعيد، في بعضهم لسه مفتشين عليه النهارده الصبح. كويس؟ لأن بيجي لنا احنا من في جمعيات أهلية احنا متفقين معاها بيصوروا الكلام ده. وبيبعتوا لنا على الواتساب. فأقدر أتحرك بسرعة. ولكن بورسعيد مثلا حلها هو في محطتين للصرف الصناعي. وأقول الصرف الصناعي وليس الصرف الصحي. لأن هذه نوع من المحطات. وهذا نوع آخر تماما من المحطات. واحده دلوقتي بتتعمل من خلال وزاره الاستثمار وتم الترسيه بيعملوها، وواحده تانية من خلال التنميه الصناعيه ب 300 مليون جنيه، واحنا قدرنا ان احنا نتوسط مع بنك التعمير الاوروبي ونجيب قرض لهذه. زي ما انت شايفه ان وزاره البيئه بتجري يا اما للمنع من خلال الموافقات البيئيه، يا اما من الرصد، يا اما من التفتيش، يا اما توفير الدعم المالي، توفير الدعم الفني. فإذا غلبنا بنبعت للسيد المحافظ ونطلب منه غلق مصدر التلوث. لما بيتغلق مصدر التلوث القانون ينص أن العمال ما يكونش عليهم أثر في الأجور، ولكن طبعا زي ما سيادتك عارفة أن المرتبات أكثرها دلوقتي حوافز من الإنتاج ومن الربح، فده الضغط اللي بيضغطوه بيه علينا، انا بكلمك بكل صراحه. طيب. ولكن مش يعني ما بننصعش وبنخش في مواجهات يا علنيه يا مش علنيه.
طيب سيادة الوزير، يعني الأسئلة كتيرة جدا والملفات كتيرة جدا، كنت حابة أكمل أكتر مع حضرتك لكن للأسف وقتي انتهى. بس سؤالي قبل ما انهي مع حضرتك هذا الحوار، أزمة نفوق الأسماك في كفر الشيخ والبحيرة، حضرتك تعاملت مع هذه الأزمة إزاي؟ طيب إحنا بنتعامل معها مع المحليات، مع وزارة الصحة، مع وزارة ومع وزارة الري، دول الثلاث أطراف اللي بيتكلموا. طبعا الثروة السمكية والزراعة لها دور كويس، ولكن السبب الأساسي إيه؟ السبب الأساسي هو أن هناك أقفاص سمكية بأعداد تفوق بكثير طاقة نهر النيل على تغذية هذه الأسماك، دي أول حاجة. تاني حاجة الممارسات الخاطئة لأصحاب الأقفاص، بيرموا في نهر النيل سبلت وكنست مزارع الدواجن كويس، علشان السمك اللي حضرتك شفتيها دي اسمها سمكة السيلفر، دي بتتغذى على النباتات اللي بتزدهر لما يرمى هذه المخلفات. فالأعماق تحت الأكسجين فيها منعدم، الأكسجين اللي ازاي اللي تحتاجه السمكة. السنة دي الجديد، الجديد ان كل تملي بين كفر الشيخ على الناحية دي والبحيرة الناحية دي من النهر من فرع رشيد، فكان تملي المحافظ ده يعمل الحملة لوحده لإزالة ودي يعملها لوحده، فكان ينقلوا الأقفاص من هنا لهنا ويقفلوا الأقفاص من هنا لهنا. السنة دي دخلنا بالاتنين كويس، فهم عملوا ايه؟ غمروا الأقفاص في المية عشان ما تشوفهاش، لما غمروا الأقفاص في المية ما فيش أكسجين في المية، مات السمك. في 212 قفص سمك تم إزالتهم، كل قفص فيهم 10 طن، تتكلمي على 2120 طن سمك. كان مشهد رهيب كويس. هو المشهد انا معاك انه مشهد رهيب، خاصه لما يتحلل ويعمل الروائح، لكن الحل الحته دي الطاقه الاستيعابيه قليله جدا جدا، والاكسجين الدائب يدوب لان بيبقى فيه سده شتويه فالميه قليله، فيبقى تركيز الحاجه اكتر. اهم حاجه طبعا احنا نروح طوال على ميه الشرب، وقعدنا نحلل في ميه الشرب كويس، والمحليات اشتغلت في شيل السمك ودفنه وحط عليه جرحيه. مش هنشوف هنعمل ايه بقى يا فندم؟ نرجو ما نشوفهاش تاني. يجب ان احنا وده يعني مهمه احنا وزاره الري شغالين فيها ووزاره الزراعه، ان نبحث كيف واين يمكن تقنين الاقفاص السمكيه. طيب واللي يخالف بقى ما يزعلش. بالتأكيد اللي خالف ما يزعلش، يعني حوار ثري مع حضرتك، وأرجو أن تكون تصريحاتك خفيفة على الحكومة وعلى البرلمان وعلى أصحاب المصانع ومواقع إخبارية أثناء الحلقة نقلت عن حضرتك يعني تصريحات كتيرة. دكتور خالد فهمي أنا بشكر حضرتك يعني على هذا الحوار الثري والصريح، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا. إذن بشكر دكتور خالد فهمي وزير البيئة على هذا الحوار. بعد الفاصل هيكون معانا مناظرة حول القرار الأخير اللي أصدرته المحكمة امبارح بشأن منع دخول أو منع تدريس المتنقبات في جامعة القاهرة. كان قرار أصدره دكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة بمنع تدريس المتنقبات، وبالفعل يعني حكمت المحكمة لصالحه. تدريس المرأة اللي لابسة نقاب ما بين مؤيد ومعارض، هذا هو حوارنا في مساء القاهرة بعد الفاصل.